بالراحة بالراحة. ايه ده يا ابني؟ مالها دي؟ استاذة طب هفوقها ازاي دي؟ بقول اعمل لها ايه؟ مفيش مية معاك ولا اي حاجة؟ مش عارف والله اتفوق ازاي دي؟ ادي ده معاك يا عم. انت مالك ومال الحاجات دي؟ سيبها انت، مالكش دعوه بالحاجات ديت يا عم. لما تعالى ناخدوها من سنبل ابويا ما بيدينيش فلوس، ممكن نروح ندفع الاشتراك ونهيصوا من ساره ابو ساره. هي وليمه ولا ايه يا عم؟ انت ما صدقت ولا ايه؟ ما تيجي بقول لك ايه يا عالم، ما بتعرفش ماتت ولا اغمى عليها ولا ايه اللي حصل دي؟ فلوس يا مسوم يا عم، مش بتاعتنا ديت يا عم. يا محمد عارف انا ماليش اي حد في الدنيا، خلاص عايشه لوحدي في فلوسي كتير والناس بتيجي تضحك عليا. انا عايزه ادي الفلوس اللي معايا دي الناس تكون فعلا تستحق، واكتر اختبار هي الفلوس للبني ادمين، بتبين معدنهم حتى لو معرفهمش. سيبني انا هتصرف يا محمد، انا عايزه بس الناس تفتكرني وقت ما اكون انا مش موجوده في الدنيا دي. طب اقفل 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 عشان في واحده جايه معاها بنتها الصغيره. سلام، باي باي. ايه ده يا ماما؟ مش عارفة شكلك. لا اغمى عليها. في ايه يا ماما؟ لا يا ماما حرام، رجعهم لصاحبتها حرام. حرام ايه؟ كده حرام يا ماما، كده حرام. هدي اول واحدة. الفلوس عمتكو جاتكم القرف، اما نشوف غيركم. حلال عليك الفلوس. اشوف مين دلوقتي؟ في واحده هي هي وبنتها. يا رب ما تغزليني انت كمان. دماغي مش قادرة. ايه ده يا ماما؟ ده في واحدة اغمى عليها هناك. يا ماما استني يا ماما، يا طنط يا طنط يا طنط يا ماما استني يا ماما، يا طنط يا طنط يا طنط. طب يا ماما يا ماما ما ينفعش كده يا ماما. مش هيجي حد هيشوفها. يعني البنت الصغيرة هي اللي تقول الكبيرة كده؟ طب اجيبها ازاي البنت الصغيرة دي واكافئها؟ مكافئتها مامتها اخدتها، مفيش تربية. بدل الام هي اللي توعي البنت، البنت هي اللي بتوعي الام. انتوا بتربوا ايه وبتعلموا ايه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حرقت دمي. هي الدنيا جرى فيها ايه؟ الناس كلها مستعدة ان هي تعمل اي حاجة عشان خاطر الفلوس. طب ما انا ممكن فعلا اكون تعبانة وخلاص هموت، ما لقيش حد ينجدني؟ يعني انا هفضل كده لوحدي في الدنيا دي؟ مفيش فلوس، مفيش اي حاجة. حتى الاتنين اللي انا شفتهم مفروض يساعدوني على اساس ان انا بنت زي زيهم، ما فكروش غير في الفلوس بس. انا عايزه حد واحد بس اديله كل حاجه والله، على الاقل يفتكرني بدعاء. يا رب اكيد لسه في ناس كويسه بس انا مش عارفه الاقيهم. مالك يا عم في ايه؟ سيبنا سمبل بالله عليك. بالراحه يا عم. يا عم ابويا يا عم بقاله يومين بيقول على نادي اشتراك النادي، مش عايز الدنيا خالص، كل يوم يقول لي بكره بكره بكره. يا عم وانت عارف ظروفه ايه؟ يا عم ظروفه ايه يا سمبل؟ ما هو يعني مش هيكون، ما هو بتلاقي قابض برضه الشهر وكده. يعني اللي اخدوا مني الفلوس زي زيهم، اعوذ بالله منهم بجد. في اتنين هناك هم ودول رجالة، اما نشوفوا هيعملوا ايه اللي هيحصل.
اما نشوف هيعملوا ايه دول. بالراحه يا عم، كل حاجه هتتظبط والله. ما هو لو اصله كل يوم يقول بكره بكره، طب ما لو عطاهم النهارده ما هو زي بكره سم. يا عم بالراحه بس، بالراحه بالراحه. ايه ده يا ابني؟ مالها دي؟ استاذه طب فوقها ازاي تيجي بقى؟ اعمل لها ايه؟ مفيش ميه معاك ولا اي حاجه؟ مش عارف والله اتفوق ازاي دي. ايه ده معاك يا عم؟ انت مالك ومال الحاجات دي؟ سيبها انت، مالكش دعوه بالحاجات ديت يا عم. اما تعالى ناخدهم يا سنبل، ابويا ما بيدينيش فلوس، ممكن نروح ندفع الاشتراك وهيوصلوا لنا سهره بوم السهره. هي وليمه ولا ايه يا عم؟ انت ما صدقت ولا ايه؟ ما تيجي بقول لك ايه يا عالم، ما بتعرفش ماتت ولا اغمى عليها ولا ايه اللي حصل دي؟ فلوس ياما يا سنبل. يا عم مش بتاعتنا ديت يا عم. يا عم تعالى ناخدوها ندفع الاشتراك ونسهر سهره حلوه. يا عم انت بتقول انت اتجننت ولا ايه يا عم؟ هتاخد حاجه مش بتاعتك؟ طب الفواز ازاي؟ طب احنا عايزين حد واحده ست ولا حاجه تفوقها معانا. طيب طب ناخد انا الفلوس ونمشي؟ طيب ولا هو ده اللي شغلك الفلوس يا عم؟ معاه فلوس ياما يا عم. في روح على الارض، انت عارف هي ماتت ولا اغمى عليها؟ انت بتتكلم ازاي يا عم؟ انت مش بني ادم يا عم؟ ابويا مش ما بيدينيش اشتراك سمبل. هي ذنبها ايه وابوك بيديك ولا ما بيديكش؟ يا مالها هي بالقصه دي؟ مش قصتها هي، احنا عايزين نفوقها. فكر معايا، نفوقها ازاي يا عم؟ البني ادم انت، هنعمل ايه دلوقتي احنا في القصه دي؟ يا عم انا ماليش دعوه تعمل ايه وما تعملش، انا عايز الفلوس يا سمبل. يا ابني فكر معايا يا غبي، نشوف واحده ست ولا حد يجي يقومها. ادفع فلوس للنادي يا سمبل اللي معيش يا سمبل، انت مش عارف ابويا نادي يولع النادي على دماغك يا اخي، وكل اللي شغلك النادي والفلوس. يا عم فوق يا عم شويه. يا عم احنا مالناش دعوه، احنا ما نعرفهاش يا عم. خلينا ان احنا ما نعرفهاش، مش روح على الارض دي والله العظيم. يا رب عايز اشوف حد يا ابني نندى على مين؟ طيب ولا اعمل ايه يا ابني؟ طب هي يعني هي كانت ايه يعني؟ هي فاقت؟ هي فاقت ازاي؟ عرفت يا عم؟ هي كانت فقت مش عارف. اولا ده كان اختبار وانت سقطت فيه، ميرسي جدا ليك. اختبار ايه؟ ولرجولتك. هو في حد بيصور كاميرا ولا حاجه؟ بتصور ست كله ولا حاجه؟ لا مفيش كاميرا. امال في ايه؟ في اني انا كنت عايزه ادي لحد فلوس يكون بيستاهل، يستاهل عشان خاطر عنده انسانيه من جواه. لما تشوفي حد يستاهل ان انت تدي له مبلغ دوت وتخبطي على بيته. الناس كلها بتستغلني وانت؟ والله ست الكل. معلش علمت معاك. معلش ايه؟ معلش ايه يا غبي؟ وكل اللي شغلك الفلوس والنادي واللعب والهزار. والله سنبل ما ابويا سنبل هنقعد من النادي يعني. يا عم قلت لك انت ما بتعرفش ظروف ابوك يا عم، تمد ايدك تاخد حاجه مش بتاعتك. انا هقول لك على حاجه، حسن من نفسك لان انت ممكن تبقى احسن، ومش كل حاجه الفلوس. والله العظيم محتاجكم بصحيح. ودي هديه مني ليك، بس اهم حاجه تحسن من نفسك. ماشي ماشي. ايه مش جدا لرجولتك. ماشي ايه؟ انت هتاخد الفلوس منها برضو؟ ايوه ايوه خلاص. ازاي يا ست هاني؟ ده مني ليه؟ محتاج ايه الفلوس دي يا سم؟ طب انت تعرفها عشان تاخدهم منها؟ انا خلاص، انا خلاص، ده دول طالعين اصلا من جوايا. على الاقل انا متجاوم له بنفس راضية خالص، لان هو خلاص اتعلم. ممكن انا طريقتي دي اللي تخليه ما يفكرش اصلا في الفلوس بعد كده. يا ريت يفكر في اللي انت بتقوليه يا ست الكل. يلا عشان النادي يا استاذ. ما هو طول ما انت في حياته اكيد هيفكر في كده. شكرا. وشكرا لرجولك. السلام عليكم. وعليكم السلام. شفت بقى هي عملت معاك ايه؟ هنعمل ايه طيب يا سنبل؟ تعمل ايه وزفت ايه بس يا اخي؟ ما سنبل عايز فلوس للنادي سنبل بس. وهي مالها يا ابني؟ هي تعرفك يا ابني ولا تعرفك؟ هي طلعت محترمه والله سنبل. اه شفت انت قلت ايه بقى؟ كل واحد معاه نعمة ما بيحمدش ربنا عليها. للأسف البني آدم عايز ياخد كل حاجة وما يديش حاجة، ولو عايز ياخد بزيادة هياخد. يا ريت كل واحد معاه عنده النعمة اللي ربنا مديها له يحمد ربنا عليها ويقول الحمد والشكر ليك يا رب، وما يطمعش في حاجة غيره، لأن في غيره بيتمنى العيشة اللي هو عايشها.